رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن الآن جماعة مصطوليس، جماعة الإسلامية ديال مصطوليس، نرحب بالشيخ الفاضل طارق بن علي الذي زارنا في سنة 2014، وبفضل الله وبتوفيق منه كان فينا الدين في المسجد، وعاوننا في جمع التبرعات باش خلصنا الدين ديال المسجد. والآن الحمد لله جاء مرة ثانية عاوز معنا الفلوس، والآن دابا الحمد لله عاوز شرفنا في الزيارة ديالو هادي، وجاء عندنا إن شاء الله باش يجمع معنا تبرعات باش نشيلوا المسجد الجماعة ديال مصطوليس. وحنا كنعرفوه على حسب الثقة ديالنا فيه أنه رجل مستقيم، ما عنده حتى شي حاجة اللي كتضر لا من قريب ولا من بعيد. ودابا الله يجازيكم بخير، فهو الحمد لله إنسان معروف، ومعروف يعني في أوروبا وفي غير أوروبا، أنه يعني المهمة ديالو هو الإصلاح ما بين الناس والتعاون في جمع التبرعات من أجل شراء المساجد في بلاد المهجر أو في البلاد الأوروبية للجالية الإسلامية كيفما كانت، يعني مغربية من أي جنس. والحمد لله الله تعالى وتباركه استجب لنا الدعاء ديالو والطلب اللي نتمنى منه، أنه جاء عندنا يزورنا، والحمد لله تمت الزيارة بخير وعلى خير. وباقي إن شاء الله وعدنا أنه مثلا بعد شهرين ولا ثلاثة غادي نستدعيوه مرة ثانية، راه تكلم على الجماعة أنه مثلا يوجدوا راسهم باش يقوموا بواحد الحملة يعني ديال جمع التبرعات من أجل شراء المسجد للجماعة ديال مصطوليس. وشكرا وبارك. إخوة السلام عليكم ورحمة الله. يعني احنا إدارة ديال بيابير دي ألتو، مسجد بيابير دي ألتو بمدريد الناحية الوسطى لمدريد، يعني قررنا باش نشوف المسجد ديالنا وباش نحققوا هذا، يعني هذا الهدف من بين الوسائل، يعني التجنا للدعاة، دعاة الحق، دعاة اللي كينصروا الحق وكيخدموا المساجد بكواه. في الاجتماع ديالنا في الجمعية اقترحوا لنا الأستاذ الأخ طارق بن علي، اللي بصراحة يعني احنا متبعينه من هذه زمان، مسافر لونطون، مدة دي مدة متبعينه، كنعرفوا عليه الحمد لله غير الخير الكثير، كنعرفوه من الناس الدعاة اللي كينصروا دين الله سبحانه وتعالى. وفي الديار الاوروبيه، اللي ما نساوش بان الديار الاوروبيه هي دوله الحق والقانون، يعني فيها احترام الحريات، احترام الديانات، احترام يعني الانسان كانسان. الحمد لله يعني لجأنا ليه ولقينا فيه كل يعني بصراحه المساعده، والناس رحبت به كثيرا، الناس كتبغي الحمد لله فيما مشيتي، في اسبانيا، في بلجيكا، في فرنسا، على مستوى اوروبا. لذلك يعني كان عندنا واحد الراي على المساله ديال خصوصا ديال السجن اللي تعرض له. يعني بصراحه احنا اتصلنا بالمسائل، طلعنا على السك البراءه ديالو، يعني عرفنا بان انسان يعني يعمل في الدعوه، يعمل في نشر الاسلام، يعمل ياخذ واحد باش يعطي واحد الصوره ايجابيه للاسلام. والاسلام هو دين السلام، الاسلام يعني هو دين الحق، دين. احنا الهدف ديالنا هو بناء المساجد، وكان يعني نستعنوا بالناس اللي اصلا هما السيره ديالهم سيره شريفه، السيره ديالهم يعني كتهضر عليهم، يعني السيره ديالهم يعني كتهضر عليهم من قبل، من صافي لونطون، هذه زمان. يعني احنا من المتتبعين ديال السي طارق بن علي في اليوتيوب، في الفيسبوك، يعني الحمد لله ما عمرش شي حاجه كيدعي الارهاب او لا كيدعي العنف او لا كيدعي الكراهيه، بالعكس بتاتا. يعني هو كيركز في الدروس ديالو، خصوصا انا تبعته يعني يوتيوب بار يوتيوب، يعني بالعكس هو كينبذ الارهاب، كينبذ العنف، كينبذ التفرقه. يعني هادشي ما يعني هذا هو الاسلام كل صدق، هذا هو الاسلام. وضيف هذا كيعاون المسلمين، كيعاون المساجد، يعني باش تبنى المساجد يعني بالمساعده ديال جميع المسلمين، وهذا كله خير كثير والحمد لله. يعني بصراحه احنا كنأيدوا السي الاستاذ ديالنا السي طارق بن علي، يعني كما قلت لكم يعني طلعنا على سك البراءه ديالو، والحمد لله الله كينصر الحق، الله سبحانه وتعالى ناصر الحق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Hoy es un día grande, somos afortunados la comunidad musulmana de Móstoles por percibir al hermano Tariq ibn Ali Da'iya, que ha venido aquí a nuestra mezquita Móstoles, nos ha reunido a lo grande, ha hecho una ceremonia muy importante, estamos aquí, ha hecho khutbat al-jumu'ah, y
nombre de Dios, mencionando los puntos más importantes de la convivencia con el vecindario. Nos ha aconsejado que tenemos que enseñar nuestra cultura, nuestra religión a todos los vecinos de la comunidad musulmana, tanto musulmanes como no musulmanes. Y gracias a Dios, muchos jóvenes han entendido bien su mensaje. Y luego la cena por la tarde, los hermanos se han quedado todos, están agradecidos por la presencia del hermano Tarek. Y aquí tenemos lo que es al Tarek que conocemos todos, al Tarek que queremos, y no al Tarek que oyemos de él cosas que no entendemos nada. Este es el Tarek al que seguimos los jóvenes, este es el Tarek al que queremos nosotros, el que aconseja a los jóvenes, el que los aleja del mal, el que intenta convencer y aconsejar a los jóvenes para que se alejen totalmente del mal y de sentar la cabeza. Y muchos en todos sus ceremonias o como se diga o sermones ha intentado mandar el mensaje claro a los jóvenes, diciéndoles que la convivencia es muy importante, tenéis que saber a quién seguir, tenéis que saber a quién os está aconsejando. Y yo creo que el verdadero Tarek le tenemos hoy y le hemos escuchado muy bien y hemos cogido bien sus palabras y las hemos interpretado. Y gracias a Tarek vamos a poder conseguir construir un centro cultural islámico en Móstoles, donde el hermano Tarek no solamente quiere donde vayamos a rezar las 5 oraciones del día, no, el hermano Tarek lo que quiere es que Móstoles tenga un centro cultural islámico donde la juventud tenga la oportunidad de aprender religiones musulmanas, donde intercambio cultural y religioso, donde todos seamos uno, y esperemos que con su ayuda consigamos y lleguemos al objetivo. Gracias a la localidad de Móstoles, al ayuntamiento está trabajando en nuestra ayuda y creo que vamos a llegar al objetivo, tanto en el bien de la comunidad musulmana como en el bien de la localidad Móstoles, por la convivencia en general. Y esto es todo, gracias por todo y gracias a Tarek por tu presencia. Muchas gracias. Como he dicho anteriormente, este es el hermano Tarek que conocemos, este es el Tarek en el que confiamos. Nosotros, desde luego, no creemos ni confiamos en lo que estamos escuchando, las acusaciones ante el hermano Tarek. Desde luego, lo que conocemos y lo que sabemos sobre él está totalmente en contra de todo lo que pueda manchar o tocar lo que es la religión, como no quiero ni siquiera mencionar, pero puede ser hasta lo que es el terrorismo. Él no tiene nada que ver con eso, por lo menos desde nuestro punto de vista, de lo que sabemos nosotros sobre él, y le seguimos de hace muchos años a través de YouTube, a través del Facebook, a través de Twitter, y siempre lo que hemos escuchado del hermano Tarek, lo que hemos escuchado es hacer el bien, seguir al profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. El profeta lo que nos aconseja, lo que nos dice, es siempre alejarnos del mal, nunca hacer daño a nadie, siempre estar unidos, tanto musulmanes como judíos como cristianos, estar todos unidos. Entonces, si escuchamos de él esto, no tenemos por qué hacer nada malo, ni él. Eso es lo que creemos. Gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwan, qajibna al Sheikh Tarek, ibn al-Adnan Masjid al-Fatuna, rahibna bih, tsoru ma'ah. Ouhna da Sheikh Tarek, kuna arfna, shadduh, dhalmo. Ouhna l'omor, alhamdulillah, nashhat tsoru ma'ah. Ouhna kan arfo, wa atspanir da dhqanum. اللي غادي شي حاجه تعقب عليها. احنا الحمد لله هو كيتسرع للجوامع وعرضنا للجامع فرتونا. انا هو برسيد ديال فرتونا ومرحبا به. الباب مفتوحه فوقاش هو كيمشي على الجوامع كيجمعوا التبرعات وعاد غيزورنا ان شاء الله. الباب مفتوحه غيزورنا باش نخلصوا المسجد ان شاء الله. دابا الامور اللي كنقول لكم الجماعه كتصور معاه وعرفتوه كيتسرع للجوامع وهذا الشيء اللي كانوا قالوا ديك الشيء من غير الكذوب. دابا ان شاء الله بلاد القانون هي اللي كتحمل المسؤوليه. الجماعة عارفين وحنا كنعرفونا باش عرفنا وقع لهاد الشيء تزدنا. اما هو ما يقدرش يدير شي حاجة اللي خارج القانون. الله يجزيكم بخير. دابا باش تعرفوا الشيخ طارق كل ساعة عنده أوقات معمرين على الجوامع ديال اسبانيا. كيمشي حتى مايوركا، كيمشي لأندلسية، ونهار آخر رجعنا حنا فينا الدين باش يتعاون معنا ونخلصوا المسجد إن شاء الله. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hola hermanos a todos y a todas. Estamos en la mezquita Rahman del barrio La Fortuna. Esto pertenece a Leganés
con lo que hoy día, 1 de marzo del, 2000, del año 2019, estamos contentos por la visita del hermano Tarek Ibn Ali, como es conocido como un gran sheikh. Inshallah ta'ala, nosotros lo que os decimos de que la visita de hoy de él para hacer el sermón del viernes y la mahadara de Dars entre Bein el Maghrib y el Aisha, pues nos ha traído pues, a este barrio y a mucha gente pues, mucha felicidad y agradecemos su visita. Y nada, referente al otro tema que mucha gente conoce y sabe, nosotros a este hombre le conocemos como que es una buena persona, un buen imán, con lo que enseña lo que tenga que ver con la religión musulmana y islámica, con lo que, inshallah ta'ala, pues lo que repetió, que estamos muy, muy satisfechos, muy, con mucha felicidad, estamos todos contentos. Y bueno, pues la gente que se ve aquí en la mezquita en estos momentos, pues todos abrazándole, haciendo fotos con él. Y inshallah ta'ala, pues la gente joven, que es lo que en estos momentos pues enseña los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que tenga que ver con el islam y la religión islámica. Entonces este hombre, nosotros, inshallah ta'ala, nos gustaría que volviese más adelante en el futuro para que todo lo que él sepa, que nos guíe a todos nosotros, pues que bienvenido sea. Y nada, y muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Hermanos y hermanas, estamos muy agradecidos a Sheikh, inshallah, por la visita que nos has visitado hoy. Y como hemos visto esta tarde, se ha pasado una muy buena tarde aquí en la mezquita Ar-Rahman en la Fajona. Decíamos a Dios, inshallah, que se repita más veces esta visita. Y también, inshallah, azza wa jal, a Sheikh, que inshallah, que jazi anna khair al jaza. Y deseamos mucha suerte al Sheikh, inshallah, y que nos vemos muchas veces aquí en la mezquita, inshallah, que sea de lo que trabajan en este tema de ad-da'wah, inshallah. Unas Allah al-Ali al-Qadir al-Tawfiq. Assalamu alaikum. Al-Muminin. Asma'u mzien. Mitu ghi qa'adar rahim, mabrihni. Qatini nashin hajj majbouh liya. أكنه يحفظ سيد ربي ألوم يقرب العالمين البركة ما يمتغمو تما ديش الصورة ما أنا يخمد غزار فيسبوك يوتيوب مرة تمزيدا ونخمي غاس متاحف سور نمو باش هاد السرر الظالمين ذين هنا عاونا نزي المنافقين ها جدر إيرهمش لكن يسواني وذا ها أخافي السورني وذا هذا يتعاظني وذا غاس مزيدا هذه الخطبة الحمد لله إمسر من ديش نرخى قاصني صحاب هولندا صحاب اليمان صحاب بلجيك اقوم في اسبانيا يايت مال اسبانيا وغادي يسميها حنشا عارضني غاد مزيلاوي تهيلان دايم بدنا كيدي غادي يحفظ سي دار ها قوم سوارد واتبدد واخا قايد اسبانيا قان الحق ها رب العالمين وغادي يجيب وحدي رب العالمين كارما يسعز زي الشيخ سويق ذي الحبس كاني الثمانيات ذاني تتعاوننا يوذان ها قوم قيل اسبانيا مرة مزيدة وين ماني طاحوا سوا شي حاجة صور شوف الإكرام أيسوم الماكلة مشروبة ها قوم صحاب اسبانيا قاس بصحاب اسبانيا مرة صحاب كناريا لاس بالماس تيني الريفير مايوركا أليكانتي برشلونة مدريد أكنو يحفظ سي غربي ألوم يقارب العالم البركة بنت مكيدي تعاون ميت ميت الثمانيات أكنو يجازى سي غربي العالمين أكنو يحفظ غربي العالمين ها قومي أخا قايد إسبانيا رب العالمين تبدنا ياخد دعوة رب العالمين يسوف غير تزير حبس توتا الزنا دي وشن 20 سنة رب العالمين إنا عام وابع شباوة عنا يعمو ضازينا يغزدي صغير حريق وسباب الدم تقل الخطبة تعاون غير سلمان ذي مزيناو تو غير دي هولندا دي بلجيك الكليمان كل شيخ تسمت ذي النيم بنتي مزيناوين الحكيم والخبير هي وياي تغا اسبانيا كل كي صحاب اسبانيا على المصريين ذي سنا باوز هي وياي تذي باش نعاون غير سلمان هالصغتي مزيناوين الحمد لله الخوك تاع زيد عشت مزيناوين يريكوا مرة وني غيزار فيديوهات عام كيليش البركة هذا يحفظ سيدي رب العالمين هذا يسكنك تعاونو شكاك مني ومرة لكنه يحفظ ربي سوا سوا تكبير 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 الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله احسن الى مشاء
تشوف غير شي يوم اسمو هو صاحبي ما كيدي راه حبس لي فوار متعاد لي شاد موطوا كيف فوار لي شاد موطوا لي شاد هاك النبي حضر ربي السلام عليكم ورحمه الله شي حضر ربي عافاك اسج بخوان شو بغيت هذاك هو امش تجيب عندي عشانيه شي حضر ربي اخر اختار مكتوب وسي تبحرش عيني مو ديال الجماعه نوم ديال النبي الريبس ياش مش جددني مليح شي حفص يلاه ربي كي قال بربا فاح ما شطش والله راه مش غير الناس ما شاء الله مشي مزيان شي حفص يلاه ربي بارك الله فيك بارك الله فيك صور صافي صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم Yo soy el responsable de San Martín de las Iglesias, el presidente de la asociación musulmana que hay en el pueblo. Yo conozco a Tariq Ibn Adel desde el año 2014, entre el año 2015 dos veces ha venido aquí a Madrid. Lo conocemos muy bien, sabemos su religión y sabemos lo que hace. Y lo hemos invitado aquí a la mezquita nuestra, para que sepa, ha hecho aquí el Dash con nosotros, ha hecho khutba el viernes. Lo conocemos muy bien, sabemos, está fuera de... O sea, no tiene nada que ver con el terror, no tiene nada que ver con las cosas malas, sino que él al revés, va algo al revés de eso, y le conocemos muy bien a Tariq, jazakallahu anna khair. El jamaa ma ra'ejbes men had. El jamaa, toda la gente, zo el jamaa, toda la gente le ha gustado, le ha quedado con él, hemos pasado un buen rato con él. Esperemos que vuelva otra vez, que vuelva varias veces para... الله يحفظكم ان شاء الله سربيه الماكله سربيه باش ما تبرش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنشكر الاخ طريق جا عندنا يعني المسجد الهدى وشرف يعني هذه الجماعه والدرس يعني كان في محله يعني كنشكر على الزياره ونتمنى له يعني الصحه والعافيه مره اخرى يعود الى هنا لهذا المسجد لان شرفنا والله الا شرفنا في هذا اليوم السعيد وهذا ما نقول على اخونا طريق نتمنى الله الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير، شنو يصير بخص المسيخ ديال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار يوسف غامر السي طارق بن علي زرنا ضريف غامزين مسجد الهدى. نفرح زاشي الفرحة تبقى الحمد لله. والجماعة تبارك الله كانت عامرة وكل الناس كيبغيوه وكل الناس كيحبوه وكل الناس وكل الناس كيحبوا وكل الناس كيبغيو والسي طارق كنعرفوا هذه شحال السي طارق مسكين واحد الشخص مزيان كيدير معامله مع الناس ومع الجوامع وكيعاون الجوامع وكيساهم في الجوامع والحمد لله هذا من فضل الله والحمد لله زعما كنشكرو بزاف والحمد لله السي طارق دائما معنا كيوقف معنا وحنا كنعرفوا هذه شحال حنا كنعرفوا بزاف السي طارق المهم اش غادي نقول لك السي طارق هذا واحد الشيخ زعما زيون زعما كيعاون بزاف في الجوامع والحمد لله والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي 28 النبي حضر بلا من مره تبارك الله خوسي ما ناس قومي تفغو زير حبس نكون نهار طاح غايش انت داف نتبون شي ودينا نهار تقادق شكو مثلا عبد اللطيف الله يحفظ سي رب العالمين سي رب العالمين البركه الكارمان غير الاكرام ما شاء الله بسم الله وزبال هزو ياك سولي رئيس سيد ومين اللي غيش تنضحش من دم زواحد انا غلقتها صوريت معليش الا شي جرى الحاج يتتمريح يتتنعم سيدي الغيوضه شاك سيد تيك سيد ابو تخوس هذا نسرق واحد غادي من ما يروح الغيوضه الغيوضه سيد تيك سيد تبقى تخوس هذا قال سميمي قعدت كذا مني قاس شي تعجبينا الزارد غير تعجبينا الشط ايوا نهارت والشر عليه تو قادش ما تبقيش الزارد الشغل راه ميوضعو شي تخوس هذا ويوا نزيد على الصاكحون انا من الزيت صغير شغل تو قاد تبقيش مبردي شي طاح مو يجي تز دمو نسرق انا كيجي سيدي تخوس هذا اولا انت يا مني الناس انت راه الناس فين تسير غوس هذا الناس ودي قيجن يموت الناس مين يموت الناس ودي قيتت تت 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 تت
باش نقوموا ميقار قيزار مشطواش عندنا تقول غير من القيشاي زارد قيزار المهم صلاتكوش غير منو عزن اكن بحضار بالعالمين فوق ديال الحبس تقسيبو مثلا عبد اللطيف ومثلا عبد اللطيف اللي متاري من خبا غوم الزواق حبيبي لقى من عناي طريقي والعالي من عام تقدير الحبس شنو قلت لك دغوم ديال 2014 2015 وصريب عيد السلمانية نمش لهم ديوض اخبار نشتي نهار مزواز عمال ينزل غنات ديال الخبار غنات وعجبو الحال نشتي نستنيش ما مش تجي شك شك ديجا بدا نصبحات نستنى ما مش تقبعد تعاون دي ودان تعاون تجمع دي متداويد في سبيل الله كل شيء في سبيل الله زعما ما عملش هاني الصراحه نعمر هذا وانما ودانا نشتي لمصر غير نفاجئ وهذا تيكسير العقل قاع والله ما يكسير العقل عرفني يمكن السيد حتى ما مش نستنى نهار يبدا من عاد خوينا حنا باين لي شنو حاجه ظلما وعدوان نوا شي سنسي طريقي تزر ديهم زيداوي تزر ديال خا عاد العالم يكمل السنيت او تجيبو شي نيغ 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 دي هولندا نيغ دي فرنسا نيغ دي ونات هذه النظام مرمي سمات كيد معروف يدي قران عم سيدي ازدحاش تقصى زعما طيب وتجيبو وكنا راهم يديبان ونات انا خلاص ماشي كاع ولا ماشي كاع خامنايا ماشي كاع خامنايا ونات شي عاود خرجوا خنزيت مات القانون اسبانيا ضد جمحت اسبانيا ما راهش نستند بوليتيكو سياسي مره ولا ما غاديش نحاش فالس ولا تناصف انت الحق ودي تبو ولا ودي تبو ودي تبو شن نظلم اللي غشر منا فهمت ونتمنى سي ربي ان شاء الله خكي امين امين خكي فارج ان شاء الله خويا الحمد لله خير من يتوسي عاود شي مريت ولا غير شي حاجه وماش عادني ولا خاطر سي تزريد نعلم الزواج صار ديال مزيان الزوج الزينه داكشي كان غير معروف الدعاي ولا مره على سلامتك مره ما سمعتش شو دير لك زعما ملي حاجه عاود ثاني اول تجديد ديال القدم دا مسكين وهذا يحفظ الله ربي ايوا انت الحمد لله بنا الحمد لله بنا اشي لك حتى انت واخا تبغي دير حبس تبغي غادي تقول له 100 دي 100 القضيه نخمي غتوض غير قاضي غايني مقرانا هذا يضع لان سلوك اسبانيا ثاني تا وازماش ظلمون ارج من الدرجه يمكن اش قم الدوسي بوليسيا باش كنتوصي خاي كاين والله كيف ميضا يوض غايني مقرن غالب وحامي كدا غادي في نواد جبويا مني جبويا من نازا اصدق الحاج والصلاة والسلام على من رسول الله وعلى اله ومن والاه نمشي عند المسؤولين ديال المسجد بيا بير المركز الثقافي الاسلامي بيا بير دي باخو باش تسنى من نهار غنهضر المناسبة شي طريق يسيد تجمع التجمعات تعاون دام زيد هذه بيا بير دي الطو مسجد التقوى ونشينا باش تسنى طريق وين في الدغي ودانا واحد الزايسي وفاش نسترحب دون قران ونشي نزكين في تبع الفيسبوك الوسائل التواصل الاجتماعي قعمارة ونتايج بنادم غاسل الشعبية طن قران داكي ودانا كيناث ونتسراخ شان الخبار شان كيناث يعني في الحقيقة نشينا باش نسن نتفاجئ سمينا سيوقعا ونشين ضدي منايا يعني لان نشين ضدي منايا نشين الاسلام دين السلام دين التعاون دين الاخوة ونشين الحقيقة نتاسف سمينا سيوقعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاك الله خير الحمد لله ما شاء الله toda la alabanza pertenece a Allah Señor del universo glorificamos que pedimos perdón por nuestros pecados y nos encomendamos a testigo que no hay otra divinidad salvo a testigo que no hay otra divinidad salvo el misericordioso el compasivo y a testigo que Mohammed es su siervo y mensajero. Bueno, yo prácticamente voy a traducir lo que dijo nuestro querido compañero Nordin. Hemos invitado a nuestro hermano Tarek aquí en la mezquita de Villaverde y con el fin de recoger donaciones, de acumular donaciones con el propósito de comprar una mezquita en Villaverde Alto. Claro, este hombre, como bien sabemos, que salió mucho en los periódicos, ha estado en preso, porque le han acusado de terrorismo. Claro, nosotros antes de traerle a esta persona, hemos tenido que investigar. Los compañeros le conocen bastante bien, muchos compañeros. En el YouTube, él tiene muchas, antes de entrar, antes de estar en prisión, él tiene muchas charlas invitando
a la gente a la buen, al buen comportamiento, invitando a la gente al Islam. El Islam es una religión como mucha gente no conoce, mucha gente solo escucha lo que hay alrededor, pero muy pocos viven entre esta clase de personas. Yo estoy hablando de los verdaderos musulmanes. No hay que ver aquellas que se portan mal, eso no tiene nada que ver con el Islam. Esta persona invita a todo el mundo, se porta bien, le quieren los pequeños, los grandes, los mayores, los jóvenes, los hombres, las mujeres, todo el mundo le quiere. ¿Por qué? Por su buen comportamiento. Entonces, nosotros el mensaje que se manda, que aquí estamos en este país, gracias a Dios, lo que debemos es portarnos bien. Y esa es la lógica del Islam. Aquí tenemos de todo. Estamos muy agradecidos, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: quien no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. Estamos muy agradecidos, porque aquí tenemos todo lo que queremos. Nuestras mezquitas, nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien. La conclusión, para no alargar mucho el tema, es el Islam no tiene nada que ver con aquellos corruptos que van haciendo daño a los demás. Y si investigamos en esa clase de gente, la mayoría, no, muchos de ellos no han pisado una mezquita en la vida. La mezquita se enseña a la gente la buena educación, el buen comportamiento, y quien piense lo contrario, que lea la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. أروغ غادي نغشي وورن الأخ طارق أنيش سنخ قبل دوسة ذاك إسبانيا غيش من بعضين عاشين نحضا قسك أكيد أسك الاجتماع في أسك المساجد دائما الطلب الفلوس يتري غاس الميعاد قيد نزيدا الطلب الفلوس المساجد كثير ذي وذان استفعنا كيدس المعرفة يسن السنني وذان المعرفة يسن الثقة نغاسا كيدسن او امكر جذني تيني تزغان غذني تين جلح جنواحي مدريد فهو يعني اجواجز المليح السنثي وذن قاع السنث ذا جنواحي مدريد قاع يتمعون قاع الجميع كذا تيمزي ذا وين ميدي باضين عاشين كما السنث دائما ويكتشي يخفي ناس ويكتب عاشين يخفي ناس ثم يتحاور اجنزي ذا وين ذنيتين أكي سنيك إجل المجهود ينسمي زمقع حتى أذقن يوذان ذي مزيدة وين أذقن ذي مزيدة وين باشو تغيمين تخجس الكلاع وثم القصد ينسقع من هذا هو وجه الله عز وجل إزو إخسر يوذان غان غذا غذيرين غارين أذغان دين سن أذيرين قد دولان سن ذا الشعب صالح نشنين أخا غان غذاق إسبانيا غان الجنسية رانشين رضا والنار أغان غداغي جن السكن غان غداغي جن الاحترام كبير خصوصا السوار خل بوبلوني ونغان غداغي مدريد غي برونيتي تحترمنا نا غان غل جيسيا غسن الشسيث ما العائلة نكور شي الجماعة كذلك ولأجل هذا كان غي جن السكنة محترمة شوف 27 سنة والميغا والميغا والميزيغا كاريغ وذيانو غير كلا قاعة تخجس الحمد لله درت 150 كذا دان زي العهد القديم ولاجل هذا فكد عرفنا السلطات كد عرفنا كل اما الاخ طارق ممكن نغي من اعلان من خسر السن هو ذوانيتين يتعاون وجيشي زي وذانين الشيطينان نغي وذانين تذفن كي السياسه ميكي ميس لحظة نغي شي نباش نظن كي شي حاجه نغي شي الفرقه داعشه ولا نغيرها هذا ما نعرفه عنه هذا ما يخصنا السن بان ما انتخطيه زين سرينا فينا ولاجل هذا افرحنا بالخروج ديالو نعم الدوله احنا كنقولوها احنا قلنا لو تجنسنا لان جبرنا هنا الراحه في العمل عملنا شويه سيكور وحتى احنا يكون عندنا التقاعد ديالنا
ونستاج من السلطات الى خصنا نمشي شي حاجه عندنا حنا موجودين في كل حاجه ما كنخبعوا حتى حاجه فانا السلطات كلها البوليس المحليه اللي عندنا هنايا وارضيه سيفيل وبونيسيبال كلهم اصدقنا كنعرفوهم وجميع السلطات هنايا ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد إخوان الكرام، يعني جاءنا ضيف جزاه الله عنا خيرا من مكان بعيد إلى هذا المسجد الأندلس بطريخون ديردوز، واسمي أول مرة واسمي عبد الله، يعني أنا يعني مسؤول في هذا المسجد الأندلس بطريخون ديردوز مدريد. يعني جاءنا جاءنا الأخ المشرف ليوقيدنا وجزاه الله عنا خيرا على الموعظة ويشترك معنا في هذه الأجار المسجد لشراء هذا المسجد، وإخوان جاءونا من مكان بعيد إلى هذا المسجد لماذا؟ لنرحب به هذا الشيخ الجزيل الكريم جزاه الله عنا خيرا. هذا السيد يعني جزاه الله عنا خيرا ليكون موعدنا في شراء المسجد وذلك يتعاون معنا، والإخوان الكرام كان في السجن قبل ثم نأسف له لأن كان يعني ذي الشيء لا علاقة له به، لا علاقة له به، والإنسان نعرفه جدا جدا جديدا لأن الإنسان هذا رجل طيب لا علاقة له، الإسلام لا علاقة بغير ذلك. جزا الله عنا خيرا لأن هذا المسجد جاءنا لماذا؟ لنرحب به وليعوننا على شراء هذا المسجد بطريخون ديرجوس. جزا الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وني طريق سي علي طريق سي علي تخطي زمانه يا تتعاون دي مسجد هاوي يعاون دي اسبانيا كي بنجي هولندا غوري جيب ويا راحوك سي عاون انت شين قراش وتجيبوا الارهاب الاساس طريق علي انت تعاون دي مسجد هاوي يتعاون انه ثارس شين قاسم رزق الارهاب وثي انت ويا غارض لان يا قاتوره غير حرشوم كان وقت عبد الخص ظلما جزاك الله خير. السلام عليكم اخوة الجميع، انني طفان الفيديو ولدين شين طريق شهدت بانه رجل طيب طيب وين شهدت ان شاء الله انت مع هذا غي تعاون هذه مزيدة وين يعني دي اسبانيا يعني دي اي دولة يتعاون وين يتعاون مزيدة وين يتزر دي المسائل المليح شين شهدت سرحق شين عماسي منظرة زي شين حاجات يعني القبع يعني طلب الله سبحانه وتعالى غادي تزيد المشاكل هنا الخلف يعني عند البوت انا والدين طلب الله سبحانه وتعالى غادي نصا يعني خضوا الظلم خضوا الماء الخلف السهوان الشيء تدعوي وكان كل شيء الشهاده لطريق شهاده الحق شيق شهاده الحق شهاده لله عز وجل نشهده بانه رجل طيب يعني يتزر الا للصلاح يتزر الا للرخاء يتزر الا للحوايج المليح يتعاون لي مزيد هاوين يعني خصوصا لي مزيد هاوين اللي بيخدوا يعني خاص قارس بانه الارهاب او الى غير ذلك فالشيء البريء اسمانيا القان مانيا كل شيء الزوع مانيا كل شيء الكذب مانيا كل شيء البهتان يخص داني الانسان والدين شين شرس بانه رجل طيب يعني يخبري طرح حاجه مزيد هاوين يدق الخطبه يدق الدروس يطرح الشادي وكان يطرح مثلا الفيران يتدعو الشباب يتدعو غونا الصلاة يتدعو الإسلام فقط لا غير شينا نشهد أمام الله وأمام الجميع وأمام يعني الخلق بأنه يعني إنسان ونسيت طيب ليس برجل يعني إرهابي أو إلى غير ذلك والله على ما نقول وكيل والسلام عليكم ورحمة الله. ظلنا الاخ طريق المسجد الكركون ما شاء الله واحد الرجل نعم الرجل اللي سمعنا عليه واللي كنشوفوا منه واللي كنسمعوا منه ما شاء الله هو الهدف ديالو الهدف الامه الاسلاميه والشباب المسلمين يهديهم الطريق المستقيم ان شاء الله فيه واحد الغيره على الامه الاسلاميه والامه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الشباب كتجي واحد الغيره ملي يشوف الامه محمد علي اسم محمد علي عبد الله بان ما شاء الله كيحاول كيفاش هاد الامه يهديها بطريق مستقيم ان شاء الله والدعوه ديالو ان شاء الله تكون مستجابه والله يعمل فيه البركه والله يحفظ ولاده والله يجمع الشمل ديالو والله يفرج عليه جميع المصائب والحمد لله احنا اللي سمعنا منه ما شاء الله الا الخير كلام الخير ويدعي الناس للطريق المستقيم الدعاء ديالو ان شاء الله ما سمعنا منه الا الكلام الخير ان شاء الله
ومحبوب عند الناس. الناس اللي سمعوا بان الاخ طريق غادي يزور الكركون جاو من انحاء المجاوره ديال الكركون، موسفوليس، مدريد، ليغانيس، لاجل سمع كلام طارق بن علي ان شاء الله. ونطلبوا له التوفيق ان شاء الله، ونطلبوا الله يكون معاه في السراء والضراء. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Aquí con el hermano Tariq, le damos las gracias por todo lo que hace por nosotros. La verdad que es un gran hombre, no tiene nada que ver con el terrorismo. Siempre apoya a todo el mundo, sea musulmán o no. Siempre apoya a los musulmanes y a los que no son musulmanes, de cualquier religión. Y la verdad que estamos encantados con él. Es una persona magnífica y nunca le vamos a pagar lo que ha hecho por nosotros. Muchísimas gracias y te agradezco todo. السلام على رسول الله. Hoy estuvo con nosotros el hermano Tariq. Hemos le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. El motivo era recoger donaciones para la construcción de nuestra mezquita. Bueno, estuvo ayer también con nosotros. Nos hizo la charla de viernes. Se lo agradecimos mucho. Esperemos que nos haga más visitas, como nos ha prometido, que volverá más veces hasta que terminemos de construir nuestra mezquita, ¿verdad? Y se agradecemos mucho y muchas gracias. Gracias. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجي نسور داك لكم المسجده مسجد السلام بفوين صريضه. اش قد سيروح مزيخت نجد الرئيس المسجده كيدير الاعضاء المسجده السي طارق قيقره الزياره، الله يجازيه بخير والله يجعلها في ميزان حسناته ان شاء الله. نجي نقرا الخطبه للجمعه ايضا نات نقرا شويه من عاشين على حساب من نيتها المسجده. وان شاء الله نتمنى الله تعالى ان شاء الله راني عاود باش نكمل ونهار عاود السبت قايقه كي عاود تقصيره نجمع عاود النصيب الحمد لله لبارك نهار عندنا علينا شويه واخا كان نجمع الطوطال كلشي شي نضن 10 رفد الايورو يعني ما بين من دوجين برد ذهب برد ذهب النهايه ودي وداني واعد نجي نضن 10 رفد الايورو والحمد لله البركه الفوين صلي راه يجي الخير راه مقران والحمد لله ونتمنى ان شاء الله اتريق الميزانات حسناته ان شاء الله السي طارق ونتمنى على ديك الزياره النظر ان شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني الحمد لله كنشكر الاخ طارق بن علي على الاستضافه ديالو هذه الزياره اللي قام بها ان شاء الله فوين صريده يعني تابع على المنطقه ستوليدو والحمد لله يعني استجب الدعوه ديالنا وكان امس يعني كان عطى خطبه وكانت في المستوى ان شاء الله ويعني التجأنا من تجمع يعني الاموال لبناء المسجد ان شاء الله. فكذلك ان شاء الله اليوم عاد ان شاء الله يعني كان درس ما بين المغرب والعشاء يعني الحمد لله كان إقبال يعني جيد وكانوا الاخوان استجبوا والحمد لله يعني جمعنا واحد النصيب ديال المال اللي ان شاء الله الهدف ديالنا والغايه هو تربية الأولاد ديالنا وإن شاء الله يعني هو لبناء المسجد ليس لغرض آخر الحمد لله يعني الأمور ماشية وحنا فرحانين بهذا السيد هذا يعني نتمنى إن شاء الله يرجع عندنا في شي لقاء آخر إن شاء الله ويكون أحسن حال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويبارك في أولاده ويرزق الله خير. آمين. رب غارينكم. الحمد لله أنا جيتنا هنا لهذا مسجد السلام والمؤمنين ديالنا المغاربة ديالنا فرحوا بيا وعندي واحد الشرف كبير والله شرف كبير كلشي رحبوا بيا من كل واحد منين واخري بقى وجده طاب جابني من الليل كل واحد منين طال بيضا الحمد لله كلشي فرحانين بيا مساكين ورحبوا بيا والاكرام كرمونا كلينا وشربنا اللهم بارك الله يحفظهم ان شاء الله وانا في الخدمه ديالكم فوقاش ما بغيتوني نجي عندكم ان شاء الله ونتعاون معكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين ثم ما بعد. أيها الأخوة الكرام، كما قال السي طارق نهضروا بالدارجة شوية باش يفهموا الناس كل شيء إن شاء الله بحول الله لأن شي حاجة معاه في يدي المشاكل. فأخ طارق حنا فرحنا له بزاف اللي طلق الله سبحانه وتعالى السراح ديالو من الله عز وجل ان ييسر اموره ان شاء الله بحول الله. ففرحنا به بزاف حينما زرنا في الجيل ورحمنا به تلاقى مع واحد الوليمه فرح معنا واحد الوليمه ديال العقيقه فشرفنا بالحضور ديالو اولا وشرف الجماعه وجماعه كلشي ترحمت به في ديك الوليمه وديك الاسبوع
فانتم الله سبحانه وتعالى ان ييسر اموره جميعا ان شاء الله عز وجل. والاخ طارق ما كنعرفوا عليه الا الخير سابقا او الان كنعرفوا عليه الا الخير كيدعي الله سبحانه وتعالى كيبلغ الدعوه للقران والسنه للرسول صلى الله عليه وسلم. واما الامر الاخر فهو بعيد عن هذا فهو ضده بالعكس ودائما وابدا يحذر الشباب ويحذر الرجال والنساء وجميع البشرية يحذرها من ذات الأمر ويحذرها من الانحراف ويحذرها من الغلو لا في الدين ولا في الدنيا وجميعا لا مع الأباء ولا مع الأبناء ولا مع الإخوان ولا مع جميع المسلمين. هذا ما نعرفه وهذا ما سمعنا في دروسه وفي مواعظه وفي خطبه وفي كلامه جميعا لا أمام الكاميرا ولا وراء الكاميرا، حتى وراء الكاميرا كلامه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نعلمه على الشيخ طريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا خير الجزاء. وشرفنا بالزيارة ديالو واليوم قصرنا مرة جميعا tenido la oportunidad de recibir al hermano Tariq Ibn Ali, al predicador, mashallah, que habla diferentes idiomas, y hoy ha venido gente de todas partes, de diferentes partes de Madrid, solo para escucharle y para oír las bonitas palabras que salen de su boca. Y decir que el hermano Tariq lleva haciendo predicación al Islam desde el año 96, más de 20 años, y sus palabras no tienen nada que ver con el terrorismo ni nada que ver con lo que le acusan los jueces o los policías. Es un señor inocente y aquí se le ve con vosotros. Ha venido muchísimas personas, mujeres, niños, mayores, de todo, de todas partes de Madrid, solo para ver y escuchar sus bonitas palabras de la hermana Tariq. Barakallahu fiqh, que Dios le recompense. Barakallahu fiqh.